قيم نزرعها نعليها بقلوب الناس ننميها بها نسمو وبها نرقى ونفاخر في الدنيا فيها بالأخلاق تحلت نورا وبها رسمت أحلى صورا وكذلك فواز فينا كالبدر أضاء لنا نورا. بما أن الأستاذ لم يحضر لظرف طارئ، ما رأيكم أن نقوم بالرسم؟ فكرة جيدة. إذن لنبدأ مسابقة الرسم عن أهمية الصدق. من الآن وحتى نهاية الحصة أريد منكم أن تبدعوا. خالد، أعطني رسمتك لأسلمها لك في طريقي. بعد أن شاهدت جميع الرسوم، لدينا الآن أفضل رسمة لهذا اليوم. المركز الأول، رسمة أكثر من رائعة وحقا تستحق المركز الأول. الطالب سامي. ماذا سامي؟ كيف لو عدت؟ هل ستقبل بهذا يا سامي؟ لقد سرقت مجهود زميلك. أنا آسف، لا أستحق هذه الجائزة. لا أفهم، ماذا تعني؟ لقد كتبت اسمي على لوحة خالد لأنني لم أستطع أن أرسم شيئاً. المعذرة أيها الطلاب، قام سامي نتيجة لاستعجاله بكتابة اسمه فوق لوحة خالد، إذن تصبح الجائزة من نصيب خالد. اعترافك بالخطأ بحد ذاته شجاعة منك، وأشكرك على ذلك يا سامي، لكن سوف يكون هناك حديث بيني وبينك فيما بعد. والآن أين هي رسمتك؟ رسمتي تستحق جائزة خاصة. هي! هي! هي!